بسم الله الرحمن الرحيم. نقدم إليكم المعرض الفني لأحرار بلدة رتيان. هذا جانب من معرض الفني لأحرار رتيان. بداية عنا مرشحي مجلس الشعب المرشح خالد عبود والمرشح الظريف وليد المعلم ومرشح الشبيحة عبد الملك بري والمرشح الوفي طالب إبراهيم المرشح الوفي طالب إبراهيم والمرشح المفكر أحمد حاج علي وعندنا هون المرشح الخيامي شريف شحاطة وعندنا المرشح الخرفاني بوسينة شعبان وعندنا هون جانب من إصلاحات السيد بشار الأسد. الإصلاحات التي حدثت في ظل الرئيس بشار الأسد نقلنا من النعيم إلى الجحيم. هذه إصلاحات بشار الأسد. عندنا هون قانون الأحزاب التي أمر به الرئيس بشار الأسد وأشرف عليه شخصيا. كل حزب معارض يجب أن يأخذ من أفكار حزب البعث وأن يصب في خزان حزب البعث. هذا قانون الأحزاب الذي شكل على في عهد السيد الرئيس بشار الأسد. عندنا هون المواطن السوري قبل حكم بشار الأسد كيف كان المواطن السوري وكيف أصبح حال المواطن السوري أثناء حكم بشار الأسد. أيضا نقل نوعية في ظل حكم بشار الأسد. عندنا هون اجتماع أعضاء مجلس الشعب الذين انتخبوا مؤخرا وبإشراف بشار الأسد شخصيا الذي يشرف ويترأس الاجتماع الرئيس. هذا شعار مجلس الشعب وهم أعضاء مجلس الشعب. ها هم أعضاء مجلس الشعب الذين انتخبوا مؤخرا وانتخبتهم أيادي المواطنين السوريين. ها هم أعضاء مجلس الشعب.
عندنا هون لوحة معبرة جدا. عندما أقدم الطيران الإسرائيلي إلى القصر الجمهوري، وكان الرئيس بشار الأسد آنذاك هنا بدون تعليق، وأشار بصريح العبارة عندما أبلغ بأن الطيران يحوم فوق القصر الجمهوري، قال عبارته الشهيرة: نحتفظ بحق الرد. عندنا هون لجنة المراقبين الدوليين، كيف أنها مضللة وقد عبر لها الرئيس بشار الأسد بالحقيقة من وراء ظهره، لكنهم أبوا إلا أن يأخذوا مما يتلو عليهم بشار، والحقيقة واضحة أمامهم، هذه الحقيقة. نعم، هذه الحقيقة. أما هنا فعندنا نهاية السفاح، هكذا ستكون نهاية السفاح في آخر هذه الثورة. أما هنا فالصورة تعبر عن نفسها، عندنا هون المخطط التنظيمي للكذب السوري والمحطات السورية، عندنا هون منهل الكذب يصب في خزان الكذب وتنقل منه أبواق النظام وقناة الدنيا والإخبارية السورية والفضائية السورية. وهون عنا الناطق الرسمي للكذب السوري، بينما هون عنا الجيش الحر كيف سيتمكن من نهاية السفاح. كان هذا المعرض لأحرار رثيام عن جانب من أحداث الثورة السورية. عاشت سوريا حرة أبية، الله أكبر.